كان وزير الخارجية سامح شكري أكد استمرار مصر في القيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية ودعم جهود المصالحة. وخلال ترأسه المؤتمر الدولي لدعم الأونروا بروما، شدد شكري على أن المساس بالدعم المالي للوكالة من شأنه تقويض فرص التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الاطلاع بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كما دعا شكري إلى تفعيل توصيات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد تمويل مستدام لميزانية الوكالة عبر شراكات ثنائية متعددة الأطراف.